السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نحل أمثلة بخصوص درس الجنرال دايناميك لودينج. أول مثال بدنا نحكي عنه اللي هو example 4.1، بيقول لي a one story building shown in the figure is modeled as a 15 feet high frame with steel columns fixed at the base. يعني زي اللي بيقول لي frame مربوط ب 2 column، كل column fixed وطوله 15 فيت، 15 ضرب 12. بيقول لي سبورت ريجيد بيم سبورت ماس 5000، يعني في عندي ماس هون دبليو قيمتها 5000 باوند. each column has the moment of inertia، معطيني الاي ومعطيني السكشن مودولس، معطيني الاي طبعا. بيقول لي determine the maximum response of the frame of the rectangular impulse. اها الفانكشن لود اللي عندي هو ايش؟ rectangular impulse، يعني زي هيك with amplitude 3000 وال duration اللي هو اللي هي تي دي 0.1، يعني هاي 0.1. the response is هاي هو شو طالب مني؟ اوجد الماكسيمم ريسبونس بده ال y وغير ال and duration، كأنه بده الستريس، بده بده الريسبونس وبده الستريس. طب موضوع سهل جدا، كيف سهل جدا؟ fixed فبالتالي ونفس الخصائص، فبالتالي ال k equivalent بتساوي 12 اي اي على التكعيب، طلعت ال k equivalent. تمام، هسا بهمني اطلع الاوميجا واللي هي ايش؟ جذر ال k اللي طلعتها فوق ضرب الجاذبية على مين؟ على الوزن. كم الوزن؟ 5000. ومن الأوميجا مين بطلع؟ الناتشرال بيريود تي يساوي 2 باي على أوميجا. أها بس طلعت التي شو بسوي؟ بجيب التي على تي دي، التي دي قصدي على تي، بشوف كم النسبة. تقول لي ليش؟ بقول لك نركز، هذا ريكتانجلر امبلس، الريكتانجلر امبلس له طول دايناميك لود فاكتور، واحد بيساوي اثنين، واحد بيساوي قلنا اثنين ساين باي في تي، حكينا عن هذا الاشي. فبالتالي حسب ايش؟ حسب النسبة. هاي اذا كانت تي على تي، تي دي على تي اكبر من نص، واذا كانت اقل من نص. التي دي بوينت واحد، بضل مين عندي التي بحسبها وبشوف الهاي وبضربها بالواي ستاتيك، فهيك انا بحسب الريسبونس اللي عندي. هاي هذا الفريم، طبعا هذا مش بن، هذا فيكست. تمام، مخربط في الرسمة، هو اعطاني اصلا الاي والاس. هاي الكي زي ما قلت لكم 12، شايفين ليش ضربت 2 على 2 كولوم، الماس 5000 على الجاذبية، وبالتالي التي طلعت هالقد. فشو عملت؟ تي دي على تي طلعت اقل من نص، معناته مين تطبق؟ تطبق الدايناميك لود فاكتور اللي هو 2 ساين في باي في تي. كم التي؟ في تي على تي دي، قصدي تي دي على تي، تي دي على تي كم؟ 0.408. كم بتطلع؟ طبعا حاسبه بالراديان، ما ننساش هذا الاشي. طلع معي 1.91. هو شو عمال مطلعه من الفيجر؟ مطلعه من الفيجر، بصير اللي هو كان ريكتانجلر امبلس، نروح على لود الريكتانجل هون، شوف كم التي تي دي على تي، كم التي دي على تي؟ هيها هسه اذا 10 قوة صفر يعني 1، فهاي 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4، فهي طلعت 0.4 تقريبا، 0.41. بطلع امشي مستقيم، كم طلعت؟ 1.9 تقريبا. بس طلعت الدايناميك لود فاكتور، ضربت اليو ماكس، شو بتساوي؟ اعلى لود فاكتور دايناميك لود ماكس 1.9 ضرب ايش؟ ضرب اليو ستاتيك. بده الستريس، نعرف انه الستريس في ماكس في على 2، هي مش في ماكس في على 2، قلت لكم كثير انه المومنت شو بيساوي؟ او الفيكست، فيكست الفيكست فيكست، هذا فيكست وهذا فيكست،
المومنت اللي هون 6 والمومنت اللي هون 6، لو 6 اي اي على ال تربيع في دلتا، و 6 اي اي على ال تربيع في دلتا، فبالتالي هلقى في المومنت ديجرام له هيك، انه واحد تنشن وواحد كومبريشن لانه حسب الذيل، فبالتالي هاي 6 وهاي 6، فكم الماكسيموم 6. هو شو عمل؟ قال في ماكس في ال 2 اللي هي كيو في ال 2، مش مهم احنا شو بالنهايه طلعت النتيجه تبعتي انه المومنت 6 اي اي على التربيع بس، يعني هاي كل الفكره. طلب الدلتا، اي دلتا، دلتا ماكس، دلتا ماكس بس. في عندي اكزامبل ثاني اعطاني اياه دكتور مش موجود هون، واللي هو بحكي لي اذا عندي بيم بن في عندي مقاس، ما اذكر لي شيها اصلا، قال لي طول هاي 12 فيت، اعطاني معطيات انه اي اكس 61.9، اعطاني اس 15.2، طبعا اس اكس كمان، واعطاني الاي 30,000، كان 30,000 كي اس اي قصده كان، واعطاني انه الديوريشن او التي كابيتال اللي هي نص، يعني بس ما اعطانيش هاي، شو بيعطيني؟ بيعطيني الام، ومن الام بجيب اوميجا وهكذا، بس لا هو اعطاني ايش مباشرة تي. فشو بعمل؟ قال لي ديترماين ذا ماكسيمم دايناميك ريسبونس، بده دايناميك ريسبونس ذا ريكتانجلر امبلس، اذا لي هاي بوينت 2 وهاي 4 كيبس. نفس الفكرة بقول تي دي على تي كم بتساوي؟ بوينت 2 على بوينت 5 وتساوي بوينت 4. بوينت 4 هي عبارة الرسمية بجيبها من اللود، من القانون دايناميك لود فاكتور، بدها تساوي 2 ساين باي في بوينت 4 وتساوي 1.9 صفر 2. فالواي دايناميك الماكسيمم تساوي واي ستاتيك في مين؟ في الدايناميك لود فاكتور بس. والواي ستاتيك ايش؟ اف نوت 4 على كي، على مين؟ على كي. طب شو كي؟ 2 اي اي 2 لانه عمودين ضرب 3 اي اي على التا كي بس، هاي كي تقسمها اف نوت وبحل. المهم بيطلع مع كل جواب اخر شيء انه هذا الدايناميك 2.03514 انش بس، هاي هي كل الفكرة. فلاحظوا انه كل الاشتقاقات اللي اخذناها بالامثله اللي قبل، الاشتقاقات اللي اخذناها هون هي بالنهايه بس عشان نوصل للدايناميك لود فاكتور كيف نحسبه. فزي ما قلت لكم يا بكون مع الفكر يا الرسمه، واحنا جو شفنا الدايناميك لود فاكتور بالريكتانجل قلنا هو مباشره 2 ساي 2 ساين باي تي دي على تي مباشره بدون هاي القيم، بدون هذا الشيء، بس هذا انك عن اوفر اول ماكسيموم. تمام، خلينا نشوف أسئلة من الكتاب. الصراحة في منهم رح يعقدنا شوي، يعني مش رح يكون سهل، بس خلينا نقول بحس أحكي عن الدامد، رح نمر معنا عن الدامد بطريقة. الدامد بيكون هذا القانون بس، هذا الفرق. وطبعا أكيد إنه الريسبونس اللي قبل لما تكون في initial condition zero بده يكون مين؟ الريسبونس تبع الدامد. الريسبونس تبع الدامد إيش هو؟ في قانونين، يا إي قبول ماينس زيتا في أوميجا في تي مضروب في A كوساين أوميجا دي في تي زائد B في ساين أوميجا دي في تي، أو أطبق القانون الثاني اللي في سي وما سي اللي هو القانون اللي أخذناه. نرجع بس نرجع لشابتر 2، هذا القانون يا بستعمل هذا، هذول بجيب منهم الريسبونس مباشرة. هيو شو الريسبونس؟ يا بستعمل هذا يا بستعمل هذا، بجيب السي والألفا وبحل. مو بنقول انه هذول نفس هذا، فبطبق هذا القانون. طبعا هاي اللي كان قصده فيها A و B، او اللي هو هذا خلاص، هاي اللي initial condition معي. يا بطبق هذا القانون زائد ديوهام الانتجرال هو زائد تكامل واحد على M في أوميجا دي بيكون في الداند في ايش؟ في
في اي قوة ماينس او في اف اوف تي في اي قوة ماينس زيتا اوميجا تي في ساين اوميجا تي في تي ناقص تاو. القانون ديوهام انتجرال بالداند، بس هي كل الفكرة في حالة الداند يعني نفس الشيء، بس اكيد المشكلة بصير عندي بالتكامل، يعني هي كل فكرتي بالتكامل، يعني احنا لو متمكنين كثير من التكامل ما نحكي هذا الاشي، يعني ما يكونش عندنا صعب، وان شاء الله لما بجينا في الامتحان ايش في تكامل، يعني تكامل صعب، يعني شفتوا احلينا تو اكزامبل كانوا زي هيك. تمام، خلينا نشوف اكزامبل احنا هون او بروبلم انه يكون حلها سهل نوعا ما. كيف يعني سهل؟ يعني نقدر نحلها. طيب خلينا نشوف بروبلم 4.3. هاي بروبلم 4.3 طبعا بحكي لي The steel frame shown in the figure is subjected to the horizontal force F of T at the girder level. يعني في هذا الشكل 4.3 قال لي في force F of T هيها مالها. The force decreases linearly from 5 kips at T0 to 0 at T 0.6. هاي ايش؟ هي مثلث triangle قال لي decrease يعني بتقل من لود 5 يعني القيمة الأولى 5 من الزمن 0 ل T بوينت 6 صارت 0. ما انتو هي ايش؟ triangle load، triangle load هذا اوف نوت وهي تي دي. بقول لي اوجد لل horizontal deflection at T بتساوي 0.5. بده عنده الزمن 0.5، يعني هون بده لما يقول لي هون شو يعني؟ يعني بعدني بالاقتران الأول، بعدني بالاقتران الأول. طيب لما بده اقتران اول شو يعني؟ بده ريسبونس مباشرة، هو بده هو ما بدوش اي شيء. شو الريسبونس هون؟ كان له قانون في حالة تراينجل واللي هو اف نوت على كي، القانون المباشرة اللي هو بعد التكامل. طبعا احنا بدنا نعمل ديوهام بالانتجرال وكذا، بس الفيديو الماضي شو كان؟ كان عبارة عن القوانين اللي بدنا اياها. هذا القانون، هذا القانون جبناه من وين؟ من التكامل. وزي ما قلت لكم لو انتم حليتوا السؤال من التكامل مباشرة بصغير وبطلع نفس الإجابة. يلا اف نوت كم؟ 5. كم الكي؟ الكي تجيب كي اكويفالنت، هي هسه وين صفت الميم؟ مع انه كي اكويفالنت عندي تو كولوم، واحد فيكست وواحد بن فيكست، واحد طوله 15 وواحد طوله 15 و5 20. بدي اجيب لكل واحد الكي والاوميجا، قصدي بجيب الاوميجا للشكل كامل وبجيب الكي، ومنه ايش؟ بطبق القانون اللي فوق. اوميجا بحسبها، كي بحسبها، تي اللي هي ال 0.5، تي دي اللي هي ال 0.6، وبس بطلع معي هذول، بطلع معي هذول. اذا طبقت على هذا القانون بده يطلع معك الاجابه ايش؟ تطلع معك الإجابة سالب 0.40. طبعا هذا القانون اللي حكيته. طيب بصير إنه أحل على التكامل مباشرة؟ بقول لك بصير. كيف بصير؟ خلينا نشوف الفانكشن كيف ممكن أكامل وأطلع معي هذا الجواب. طيب اللي هو هذا الفانكشن، الفانكشن هذا شو بده يكون؟ اف نوت اللي هو 5 اف اوف تي طبعا بتساوي 5 أو 5000 إذا بدكم، يعني مضروب في واحد ناقص تي على مين؟ على تي دي واللي هي 0.6. هاي الفكرة، هذا هو الفانكشن تبعي، هذا هو الفانكشن أو تمام. هذا هو الفانكشن. فبالتالي شو بعمل؟ تي أو تاو، تاو كأنه مش متأكد إذا تاو أو تي. فشو بروح أحسب؟ بطبق القانون، بدي أخذ أرقام من هون، بدي أخذ الأوميجا وبدي أخذ الكي بالباوند أو خليها بالكيبس، 5.6502 كي لكل انش. بتطبق ديوهام الانتجرال واللي هو الواي اوف تي لاول ريسبونس شو بيكون؟ اذا الانيشال كونديشن 0 1 على ام في اوميجا في تكامل من 0 لتي، تي كم قال لي؟ 0.5. هيك بتعوض على اللي حاسبه، في اف نوت اللي هي 5 في اللي هو الاقتران اللي فوق في ساين ال 0.5 ناقص تاو. هيك بعوض على اللي حاسبه. طبعا الام ايش هي؟ اللي هي الوزن على الجاذبية. هسه بكتبها
انه بدي اكتبه، من اللي حاسبه شوف شو بده يطلع معي الايجابي، هذا راح تطلع معي سالب 0.4 ولا لا؟ نقول 1 على ام اللي هي الدبليو على جي، الدبليو كم؟ الدبليو قال لي انها 20 كبس، يعني 20 انا بعوض كل شيء بالكبس قاعد، على 32.12 × 12 مضروبة في أوميجا، أوميجا كم قلنا بدنا نجيبها من المانيوال؟ 10.44 مضروبة في تكامل من 0 لـ 0.5، طبعا نحول حسب لراديان، تنسوش هذا الإشي، مضروب في 5 × 1 − إكس، مكان كل تاو بنحط إكس، مضروبة في ساين البوينت فايف أوميجا، طبعا هون في أوميجا، هون في أوميجا، دي 10.44 مضروبة في نص ناقص إكس، بحلها على أي حاسبة بيطلع معي الجواب سالب 0.40675. هاي هي كل الفكرة، هاي هي كل الفكرة، إنه بقدر أحل على الآلة حاسبة، بقدر أحل على الآلة حاسبة بدون معاي. بس أنا متى ممكن أحتاج هذاك الإشي؟ إنه إني ما إني محتاج إنه الآلة حاسبة ما أستعملها، إيه لما يكون بده دايناميك لود فاكتور، لما يكون بده دايناميك لود فاكتور ما بقدر، ما بقدر إنه أعوض على الآلة حاسبة. تمام، طلع معي نفس الإجابة. الفرع الثاني شو بده؟ بده الماكسيمم هوريزونتال ديفليكشن. لما يطلب مني كمصطلح زي هذا شو بكون قصده؟ بكون قصده انه اجيب ايش؟ الدايناميك لود فاكتور واضربه بالستاتيك. طيب يلا، تي دي على تي اللي هي 0.6 على تي، تي اللي هي 2 باي على اوميجا، طلع معي هذا الرقم. بروح وين؟ على المنحنى، المنحنى المثلث او على القانون، بعرف شو القانون مكتوب هون، لا هي هي مكتوب القانون هذا، اذا كانت من زيرو التي بين زيرو والتي دي، وذاك اذا كانت تي اكبر من تي دي. هو ايش طلب؟ طلب مني الماكسيموم. هسه شو طلعت انا معي التي، التي دي على تي 0.9، 0.9972، معناته مين بدي اخذ؟ وانا التي دي كم عندي؟ التي دي 0.6، انت بدي اخذ القانون الثاني اللي هو هذا، اللي مش هذا، هذا بدي اخذ القانون هذا. تمام، بروح وين؟ على المنحنى، تي دي على تي 0.997 قال 100%، يعني وين؟ قريب الواحد، يعني هون تقريبا، هون هون بطلع، بمشي مستقيم بطلع قريب الواحد 0.6. هو شو أخذه؟ 1.55، واضربه بالواي ستاتيك. الواي ستاتيك ايش؟ واي ستاتيك اف نوت على كي، وين كاتب النوت؟ بس خليني اورجيكم النوت وين مكتوبة، هي اف نوت على كي، بس هذا هيك بنحل هذا الاكزامبل. في عندي اكزامبل 4.5، قصدي بروبلم، طبعا بروبلم 4.4 كان معنا هوم وورك من الدكتور، انه نحسب، نعيد الحل هذا اللي فوق اذا في عندي دامبنج. طبعا هاي حله، هاي حله طبعا، انه هاي زيتا 0.1، هذا التكامل ديوهام الانتجرال، تمام. بس انا شو ما عملت التكامل، لانه تكامله طويل، فشو عملت؟ رحت عوضت على الحاسبة زي هيك، شايفين عوضته هي هيك، بعوض على الآلة حاسبة، طلعت معي الواي اوف تي هالقد. فهو قال لي ريبيت، شو يعني ريبيت؟ يعني اني ارجع احله كامل. طب شو المطلوب الثاني؟ بتو الماكسيموم هوريزونتال ديفليكشن. بصراحة اني اطلع الدايناميك لود فاكتور كان صعب علي، كان صعب علي. بعدين لما بدي اجي احل، انا ما بصير اقسم على تي، بصير اقسم تي دي على تي سب دي اللي هي الدامبنج، التي للدامبنج. فكل شيء بقلب، كل شيء بقلب دامبنج، وصعب جدا يعني. يعني بدي اخذ التي، بدي اخذ مين؟ هاي الاوميجا دي، بدي اخذ 2 باي على اوميجا، زي هيك وصار اشتغل وبحل. طبعا كثير طويل، ما فانا ما كملت.
تمام، بقول لي for the load time function انت فقر 4.5، من فقر 4.5 هيو، بقول لي اشتق الدايناميك لود فاكتور للاندامد، اندامد بدلالة هذول. طيب زي ما حكينا، اول اشي هذا الاقتران احنا حليناه كثير، فبنقدر نجيب الريسبونس تبعه، بعدين بفرض انيشال كونديشن هون وبحل هون طبيعي. يلا هسه بورجيك الحل هون. هاي طبعا احنا اشتقناه بالفيديو بتذكر بس ما كملنا. هاي هذا الاقتران، تمام. زي ما حكينا هذا حكينا عنه. هاي بقول لي الفيرست انترفال اول مره من تي، او تي اقل من تي دي، يعني احنا هون بالمثلث قلنا هذا التكامله، نعمل التكامل هذا الاقتران عندي على فرض انه الانيشال كونديشن زيرو، فكون شو كان الريسبونس؟ كانت يو هامل انتجرال لحاله، طبقنا القانون وعملنا تكامل بالاجزاء. وزي ما حكينا بالفيديو انه اف نوت في تي على تي دي هذول طلعناهم برا، فشو صف التكامل؟ تي في ساين اوميجا تي ناقص تي، عملنا تكامل باي بارت. فالتكامل شو كان؟ تي على اوميجا في كوساين اوميجا تي ناقص تي، زي ما قلنا الساين تكاملها ايش؟ سالب كوساين، في سالب هون فشو صفه؟ موجب. بعدين ناقص من القانون في تكامل الكوساين، ما هي اصلا الساين تكاملها سالب كوساين، فصار موجب. او لا دقيقة، 100% 100%. هيو انا عملت كتبت التكامل على جنب، التي الساين في تي ناقص تاو تكاملها سالب كوساين على اوميجا في تي ناقص تاو، وفي سالب بتصير ايش؟ موجب. فبالتالي التكامل هاي في هاي اللي هو هيو تاو على اوميجا في كوساين تي ناقص تاو ناقص من القانون واحد على اوميجا، اللي هو واحد على اوميجا طلعتها لبرا من زيرو لتي، لمين؟ لتكامل الكوساين تي ناقص تاو. خلص شو تكامله؟ الكوساين تكامله ساين، وفي سالب بصير سالب، وفي سالب برا بصير موجب. 100% فتكاملنا كان 100% في ساين اوميجا تي ناقص تاو. فهذا كان عندي الريسبونس، او هذا كان التكامل بس لحاله. فبدنا نكمله ونضربه في اف نوت على تي، واخذنا عوامل مشتركة، فبالنهاية وصل عندي للنتيجة هاي. وزي ما قلت لكم ترى انتم لو عملتوا هالتكامل هاي حاسبة بيطلع جواب، بس هون ما راح نقدر نكملها نخليها لي حاسبة، لانه هو طلب مني اوجد الريسبونس كامل. فما يطلب مني الريسبونس كامل، بالتالي لما يطلب مني الريسبونس كامل فانا بالتالي لازم اوصل لمعادلة. فالمعادلة اضطريت اني اكامل يدوي، بعد ما وصلت لهون كملت عوضت الصفر وتي وصلت لهاي المعادلة، وصلت لهاي المعادلة تمام. فالدايناميك لود فاكتور ايش هو؟ اقسم اف نوت اوكي وخلص. الفيرست انترفال اللي هي الانترفال الثاني اللي هو من تي دي على تي، قلنا لازم نعوض اليو، هيها نطلع يو عند الدي ونطلع الفي عند الدي، هيهم وعوضتهم بالانيشال كونديشن وزائد يو هامل انتجرال، هذا كونستنت. هذا شو قلنا تكامله لحاله؟ واحد ناقص كوساين اوميجا تي، اف نوت على اوميجا تربيع، هاي كلها بتطير وبتصير كي، تمام تصير كي. هسا اليو دي والفي دي عوض عوضهم شو كانوا، بطلع بوصلوا هذول، هيا بصير هذا هو الجواب. هيا شايفين هذا هو الجواب النهائي، ولا عملت شيء بس حطيت القانون زي ما هو. بعدين شو عمل؟ خلى كل اف نوت على كي هي يو ستاتيك، فلما قسم على يو ستاتيك طلع مع الدايناميك لود فاكتور، هذا الدايناميك لود فاكتور. بعدين بعد كل هذا شو سوى؟ صار يعمل عوامل مشتركة وكذا. انت اذا عوضت بها فانت خلاص جوابك كافي، بس هي كل الفكرة تمام. شوف في بروبلم كمان فيجر 4.3. هذا سؤال كثير حلو اللي هو 4.6، قال لي ذا فريم شو عنده فيجر 4.3 اللي هو اللي حليناه قبل شوي. قال لي اذا صار في عندي اكسلريشن 0.5 جي على الفاونديشن، بقول له جد الشير. ونقريت تامبل طبعا. معناته احنا شو بدنا نسوي؟ بدنا نرجع لدرس الريليتيف موشن او لدرس الفاونديشن. انا صار في عندي فانكشن هون و او يو اس 3 تي، معناته شو بدنا نسوي؟ نفس الفكره، رح صار عندي المعادله اللي بتقول لي ام في يو دبل دوت زائد يو او كي في يو بتساوي
سالب ام في واي دبل دوت سبورت. ان شاء الله شيء اخذناه بالشابتر الثالث. مش اقسم على ام صار يو دبل دوت زائد اوميجا تربيع في يو يساوي سالب واي دبل دوت سبورت. الواي دبل دوت سبورت شو هو؟ نص جي. يلا هاي سكند اوردر لينير نون هوموجينيوس. كيف بتنحل؟ بنحل هوموجينيوس سوليوشن وبارتيكولار سوليوشن. هاي شو حلها؟ خدناها بالشابتر الاول، معادلة اللي لما يكون زيرو a كوساين اوميجا تي زائد b ساين اوميجا تي. هذا مين؟ الهوموجينيوس سوليوشن او الكومبلمنتري سوليوشن. يظل عندي مين؟ البارتيكولار سوليوشن. البارتيكولار سوليوشن طبعا هاي اليو اوف تي طبعا. ولاحظوا انه الاي والبي مش بروح بعوضهم مباشرة، الاي والبي لازم اجيبهم لازم اجيبهم اخر شيء، الاي والبي ما بحلهم، هاي قوانين رياضيات. طب البارتيكولار سوليوشن كان واضح كونستنت، فبنفرض كونستنت، فاليو بارتيكولار هو كونستنت سي. بعوض بالمعادلة يو بي مشتقة او دوت تساوي زيرو ويو دبل دوت زيرو. شو بعمل؟ بروح بعوضهم باك هون ام يو دبل دوت زيرو كي في يو، او مش هون، هون هون يو دبل دوت زيرو اوميجا تربيع في يو. اليو ايش هي؟ سي بيساوي سالب نص جي. فبالتالي سي اللي هو البارتيكولار سوليوشن سالب نص جي على اوميجا تربيع. هذا مين؟ الكومبلمنتري سوليوشن اللي هو البارتيكولار سوليوشن. فبالتالي هسه شو بعمل؟ هيك انا طلعت اليو اوف تي بدلاله الاي والبي. طبعا بطبق انيشال كونديشن انهم صفار، بطلع الاي والبي وبحل المطلوب مني. شو قال لي هو السؤال؟ قال لو عند تي تساوي نص والماكسيموم ديفليكشن. لا هو بده الماكسيموم شير بالكولوم، فبالتالي انا بجيب اليو وخلص. يلا هاي الحل. هذا شغله الاشتقاق تبع القانون، وهي السي تبع البارتيكولار سوليوشن. طلع معي البارتيكولار سوليوشن قد ايه؟ فبالتالي اليو بتساوي اي كوساين اوميجا تي زائد بي ناقص نص جي تي تربيع اللي هي البارتيكولار سوليوشن. عند التي بتساوي صفر فرض انيشال كونديشن زيرو، فطلعت مع الاي هالقد والبي صفر. فبالتالي شو كان شو صار فانكشن عندي؟ البي صفر معناته هاي طارت، والاي هي نص جي على اوميجا تربيع في كوساين اوميجا تي ناقص هذا القانون. فبالتالي شو هو طلب مني؟ الماكسيموم ريسبونس. الماكسيموم ريسبونس وين بحدث؟ حالات زي هيك انا ما معي دامبنج وما معي شيء شيء، وبقولش ار تربيع ولا ار تربيع. نرجع رياضيات، اقصى مسافة عند السرعة بتساوي زيرو. فبالتالي شو بعمل؟ بجيب بشتق اليو ماكس. اليو ماكس وين بتكون؟ لما السرعة زيرو. فهاي زيرو، هي هاي اليو دوت. اليو دوت ايش هي؟ هذا ثابت بطير. صفي هذا، صفي هذا، اللي بتصير ال A بتعوض مكانها نص جي على أوميجا تربيع في كوساين أوميجا تي. لو بدي أشتقه شو بكون؟ سالب أوميجا في ساين أوميجا تي. أوميجا مع التربيع بتروح، فهاي مين؟ اليو دوت. بسويها بالصفر، هذول مستحيل يساوي صفر. فبالتالي بقول ساين أوميجا تي بيساوي صفر. متى التي بتساوي صفر؟ بشوف الأوميجا عندي كم الأوميجا وبحل على الحاسب، بتطلع معي تي. هاي بتطلع تي معي باي على اوميجا 100%. الساين متى بيكون صفر؟ باي على اوميجا. فبعوض وين هسه؟ برجع لهون بعوض باي على اوميجا. طبعا هاي زيرو، وهاي معي وهاي معي، بطلع اليو ماكس. بطلع اليو ماكس. اليو ماكس شو بعمل؟ بده الماكسيموم شير ولا الماكسيموم ستريس؟ بده الماكسيموم شير فورس. الفورس وين السؤال عندي؟ هذا الشير فورس أو هذا، يعني بغض النظر، فورس واحدة وهون فورس واحدة. هذا بين فيكست، فهي 3 EI في دلتا على ال تربيع ال تكعيب، وهذا 12 EI في دلتا على ال تكعيب. الدلتا نفسها، ال EI نفضهم نفسهم، وال تكعيب وال بتختلف. بس هاي الفكرة. هو قال كيف يو الكي من وين جابها؟ حليناها قبل، الفرع اللي قبل. هذا السؤال حليناه اللي بروبلم بوينت 4.9. يقول establish the equation of the motion of the problem 4.8. هاي 4.8 use it. Do you have integral to the response Stefanski M
اخذ بده دامت، بده له دامت. طيب اللي هو 4.9. أربعة بوينت سبعة، بس خليني كمان صورة ماشيين وماشيين. 4.7 بقول لي عيد المسألة اللي فوق إذا في عندي دامبنج. فبجوز يفيد كل سؤال هذا بيحل الدامبنج. هاي المعطيات اللي معي كلها من الأفرع اللي قبل. هذا التكامل، هذا التكامل. فهذا لما بدي أعمله تكامل راح أعمله باي بارت. اف اوف تي، اف اوف تي ايش هو؟ ايش المسألة اللي عندي كانت؟ اللي هو كان الاقتران هذا اللي طالع هيك. فعندي تكامل بالأجزاء، عندي تكامل بالأجزاء، طبعا عندي أكثر من أجزاء. ليش؟ في عندي تاو و إي وساين. مش ذاك صاحب رياضيتها شو تكاملها كيف تتكامل، إنه عمل تعويض ومش تعويض. المهم صفة تكاملها زي هيك. بعد ما رتبها وعوض وصل لهاي المعادلة أو لهاي، خلينا بعد الترتيب. بعدين اشتق وسوى بالصفر، طلعت معاتي هالقد وحل. ونفس الفكرة 4.9. فيش بروبلم هون، توقعنا حالهم. هذا اللي هو التكامل عادي. شايفين انا بالواجب لما كان مطلوب منا واجب انا وصلت لهون، ما كملت زي ما عملوا هو اشتق. صح، يعني الدكتور عبد الله غلط، ما بصير. 4.7 كأنه 4.11. 4.11، هذا 4.11. Could determine the response for undamped system for the figure 4.11. هذا 4.11. With the maximum magnitude of note and duration TD starting with initial Z condition and displacement. هاي قد. طبعا انا شو اخذت؟ اخذت الشكل انا مخربط. هاي figure 4.14 مش 11، يعني انا لما حله هون حله على هذا الفانكشن. فشوفوا كيف حله. حله كالتالي، قال هذا السؤال هو 3 اقترانات فعليا. شوفوا هاي الشغلة كثير مهمة، واللي هي أول واحد كونستانت، بعدين هون باخذ initial condition بحل هذا اللينير النازل، بعدين initial condition هون زيرو. شوفوا كيف هاي الشغلة كثير مهمة. فهاي أوميجا من زيرو لبوينت تو شو هو؟ كونستانت. الكونستانت فورس حكينا عنه كثير، واحد ناقص كوساين أوميجا تي. فاليو دوت اشتقيته ليش؟ طبعا لغاية في نفسي واللي هي مش الانيشال كونديشن. عوضت اليو بوينت 2، عوضت اليو دوت بوينت 2 طلعت معي هالقد. بعدين عملت للتكامل الثاني. شو التكامل الثاني؟ هذول انيشال كونديشن وهذول مين؟ هذا وهذا. لو تكامل المثلث النازل، تكامل المثلث النازل كأنه حكينا عنه سابقا. هذا تكامله. هاي تكامل المثلث النازل اللي هو زي بروبلم 1، وهذول مين؟ الانيشال كونديشن. وبعدين شو عملت؟ من تي لبوينت 4 بطبق اليو لبوينت 4، وين بعوض؟ المعادلة اللي فوق هون. واليو دوت شو بعوض؟ بعوض بهاي، بشتق هاي بعوض. شو بعمل؟ بطلع معي هذا الريسبونس. طبعا زادت، طبعا المفروض زائد تكامل ديو هامبل، بس هو زيرو لانه كونستنت. فوصل عندي هذا هو معادلة الريسبونس اللي بده اياها. يعني أتوقع ما فيش بروبلم بعد هيك. 4.19 هذا أصلا حله ما مش شايفه منطقي. هذا بروبلم 21. بروبلم 21، بروبلم 21 شو بحكي لي؟ بيقول لي structure system modeled as a simple oscillator with zeta 10%. فكرة 4.21. وين فكرة 4.21؟ هيو في الـ24 معطيني اللود اللي هو الستيب ووصل بالزيرو. يعني تراينجل لود هذا، بس بعرف اذا نازل نفس النازل اللي طالع. لا لا، هذا مش تراينجل لود، تراينجل لود اللي بيكون نازل. يلا هذا اللي هو الرامب ونازل للصفر. معطيني الزيتا ومعطيني الكي ومعطيني الماس. كيف الدحل؟ بس وشو طلب مني؟ نرجع نكرر نشوف شو طلب مني. بس طلب مني أوجد الريسبونس، أوجد وفي دامبنج، ترى في دامبنج. طيب كيف دحله؟ بقول لك بكل بساطة هذا
تروح تقول لي هذا قانون الرامب اللي اخذناه لحالنا مع بعض وحلا، يقول لك هذا بتعمل له ديوان بالانتجرال، واحد على ام في اوميجا دي كامل من صفر. بس بقدر احله على الحاسب. بس الفكرة وين؟ باللي بعد، الفكرة باللي هون دي initial condition، فما بقدر احل، لازم اعمل تكامل من زيرو لتي مجهول بتخليه في اف اوف تي، اللي هو معروف انه الاف اوف تي هون هو عبارة عن اف نوت اللي 5000 في تي او تاو على تي اللي هي 0.1 0.1. يلا هاي الاف اوف تي بحطها هون كاملة، في اي قوة ماينس زيتا اوميجا الاصلية في تي مضروب في ساين اوميجا دي في تي ناقص تاو. هذا كله بدي اعمله تكامل، بوصل للمعادلة. بعرفش اذا اني انا واصل للمعادلة صراحة، لا والله ماني واصل لها. شايفين شو عامل؟ هاي الواي عند البوينت 1، هاي الواي عند البوينت 1. بعدين شو قلت هون اللي بعد؟ هي الفري فايبريشن زائد مين؟ زائد التكامل. التكامل كام؟ صفر. لاحظ انه حليته هذا القانون انا، بصير. بس شو الفكرة؟ الفكرة انا ناقصني الفي نوت الانيشال كونديشن، بس اليو كم طلعتها بالفرع الاول. فانا هاي ما يعني هاي المساله قادر احلها كامله بدون الفي نوت. الفي نوت شو لازم عملت؟ لازم كملت هذا واخذ التكامل. وقلت لكم صعب او انه ما عرفت تكامل، فبدي ارجع للتكامل قبل الامتحان ضروري نرجع للتكامل ونحل. طبعا الفيديو هيك انتهى. راح يكون في فيديو، طبعا المفروض انه هاي الفيديو مع تشابتر 19 موضوع الفوريو سيريز، بكون هذاك بدنا نخليه فيديو منفصل، وبضل علينا اشياء صغيرة من المادة ان شاء الله، من مادة المد. يعطيكم العافية.